الاول قول لي اسمك ايه؟ اسمي احمد ضياء الدين. النهارده ايه؟ وقول لي ان النهارده كان امتحان القران الكريم، وقول لنا برضه مستوى امتحان القران الكريم في الامتحانات الثانويه الازهريه قسم ادب النهارده. والله هو الامتحان يعني يعتبر في مستوى الطالب المتوسط. جاب لنا سوره الحجر وسوره النمل، وجبنا سوره الملك برضه سوره كويسه يعني، ما جابش من سؤال كتير. جابنا سؤال اذكر اول ايتين، وجبنا اسئله في النص اغلبيه الاسئله يعني كانت من سوره البقره، وكان لسه يعني بسيط صوت متوسط ما كانش على جو. الحمد لله الحمد كويس. برضه كلمنا على مستوى الامتحانات بشكل عام، كانت عامله ازاي من اول الامتحان؟ من اول مستوى الامتحانات يعني الفقه يعتبر ما فيهوش غير كام نقطه، كان مستوى الطالب يعني كانوا عاليين شويه، كان يفرقوا بين الطالب المذاكر والمذاكر كويس. امتحان الحديث جه صعب، امتحان الحديث جاء فيه أدب كتير، جاء حوالي في اكثر من 10 12 حديث يعني، جاب حديث كثيره، عدد حديث كويس. بس الامتحانات يعني نظام البوكلت يعتبر احسن من النظام الثاني الجديد. نظام البوكلت يعتبر احسن. نظام البوكلت هو بتفضلوه على النظام القديم يعني؟ بكثير. النظام البوكلت ايه؟ طب اللي يميز نظام البوكلت عن النظام القديم بالنسبه لك؟ نظام البوكلت بيلم المنهج كله، ما بيتخصصش مثلا في حاجه واحده، وغير كده الاجابه بتاعته بتبقى صغيره، تبقى مجرد كلمه واثنين تعريف او اثنين مش اكثر. الاسئله القديمه كان بتجيب الدرس كله من اول. كلمنا برضو عن طموحك ايه انت دلوقتي بعد ما تتمنى تخش ايه اخر لا والله الطموح اللي يجيب ربنا كويس، احنا بنعمل اللي علينا، بنذاكر وبنمتحن اكيد، بس انك انت بيبقى ليك هدف معين ان شاء الله. تتمنى ايه بقى؟ يا رب نكرم ان شاء الله لغات الترجمه اصلا، نفسك تخش لغات الترجمه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. عبد علي حاجه ثانيه؟ الله يكرمك. الاول عرفنا على نفسك. انا اسمي احمد مصطفى، ضد امتحان في ثالثه ثانوي. اقول لنا بقى النهارده كان امتحان القران، مستوى الامتحان كان ايه بالنسبه لك؟ والله مستوى الامتحان متوسط، الدنيا ما بقت سهله. والسؤال الاول كان مثلا على اكمل الايه، والثاني اخطر من بين الصور، وايتين من صور معينه وكده، يعني جاي الدنيا كويسه. يعني اللي هو ما كانش فيه صعوبات واجهتكم اي لاحظت في الامتحان يعني؟ لا لا مش اي حاجه. طب قول لنا برضو اللجان ماشيه معاكم ازاي؟ هل في اي يعني مشاكل داخل اللجان؟ لا من اللجان مشددين شويه الفتره دي. طب بس يعني الواحد اهو بيحل وبيعمل اللي عليه، والباقي على ربنا ونعم بالله. برضه كلمنا عن من اول امتحانات، مستوى الامتحانات كان ماشي معاكم ازاي، خاصه انكم النهارده مثلا ثالث ماده او رابعه. هو الفكره كويس، هو الحديث شويه كده، والقران زي امتحاننا دلوقتي فهو ايه يعني جاي متوسط. يعني الامور ماشيه معاكم برضه اللي هو الامور ماشيه معانا في الوسط والحمد لله كويسه شويه. طب بنتكلم برضه ان هو طموحك ايه بقى اللي هو بعد ما تخلص؟ والله يا صاحبي طموحي اخش لغات وترجمه. لغات وترجمه. طيب اللي هو ان شاء الله ربنا يكرمك. طبعا باقي الامتحانات انتم مستعدين لها طبعا؟ الحمد لله الحمد لله. خير خير ان شاء الله. شكرا.